أربعة. لا مو أكالي. أنا راح أطلع بيها جول. رحمة الوالدة من بيتوا داخل وجبة. قبل لي مرة. رحم الله عليك. أكيد على. هاي هنا نحطها مو نحطها هنا السلشاية تنحط بعدين هيك اي شنو هاي طباق وهاي انه نحط لها ملح بعدين نحطها هنا السمشاية هاي جاهزة وليش لازم تحركهن ليش تحرك مكانهن ما باقي ليش هاي ما باقي يعني شيء قليل لازم التمر العراقي هذا البيض انه هنا بغدادي لو تركي احنا نريد بغدادي بغدادي هذا احسن طبق بيض احنا راح نستنقي لكم احلى رق عراقي بغدادي اي بس مو احنا نريدها طيبه ما علينا احنا صغيره لو هاي الاكبر دائما احسن بس هسه لازم يعني انه على ضمانك انه هاي تطلع حمراء وطيبه وحلا يلا بسم الله شنو رايك قل لنا انه انت تطبقها وبعدين شلون تقدر تسمع صوتها يلا يلا بسم الله شلون راح تطلع نطبق شيف صغيروني صغير شنو اغلى البيت هاي الثالثة شنو اذا جاوبتي على السؤال واحدة ليش بلاش واحدة على حسابي يلا هاي مو طيب بنت عمران من ابوها مريم بنت عمران من ابوها تعرفين اول مرة من مريم بنت عمران تبع الكافي حجي مالك مريم بنت عمران يعني ابوها شو اسمه؟ انت ده يلا اذا جاوبتي اخذ احسب من عليه الاثنين من عليك هاي فرصه انه احصل من عندك ما دبرتيها مريم بنت عمران عمران ابوها من هو؟ عمران المخبز العراقي اتمشى بشوارع بغداد وشان القى الطاحونة للقرنفل هاي الطاحونة ليش ما تطحنها بدها انظفها اغسلها طبعا هاي الطاحونة مال القرنفل ويلا وين القرنفل لا القرنفل هذاك شوفني لا صح هذا بعد ما لا بس هو شوفني اي هذا القرنفل طبعا محل الفلافل
رشها رش. جذبني الديكور مات شي حلو ما شاء الله. اه بالمنطقة شنو اسمها نسيت ما طبعا. السلام عليكم. الوكيل محل اشتريت منه هاي شريتها شغلة مش من المتروب. السلام عليكم. السلام عليكم. وسلم. هنا طبعا شكلية. هنا الفستق. هنا بوبا. بوبا وموطة. طبعا وياي تشوفون احلى اجواء في بغداد. شنو هاي? هنا. نسيت شنو? اسمه اي بيتش ازبري. خلينا نشرب ازبري هنا طبعا بعدين راح اشربكم منا ازبري. رجعنا هسه راح نطب بالسي واي كيكي. لا تنسوا الاشتراك في قناتي حتى انه الفيديوهات القادمة.